أهلا بكم من جديد. على ما يبدو بريطانيا تتحضر لأن تعلن خلال أسابيع فقط، كما تقول صحيفة تيليغراف، عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وذلك بعد اعتقال 7 مواطنين بريطانيين باتهامات تجسس على خلفية الاحتجاجات الدائرة في إيران منذ مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية. لماذا تأخرت لندن في هذا التصنيف عن واشنطن؟ ولماذا سربت الخبر إلى الصحافة وأرجأت الإعلان الرسمي عن تنفيذه لعدة أسابيع؟ ولماذا تتغاضى بريطانيا عن منظمات إرهابية أخرى؟ لم تتأخر بريطانيا طويلاً عن الولايات المتحدة في تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. نتحدث عن 3 سنوات و9 أشهر فقط كانت لدى لندن على ما يبدو مواعيد وردية مع طهران خلال هذه المدة، كما أنها لم تتأخر أيضاً طويلاً عن الولايات المتحدة في تصنيف فيلق القدس في الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. 17 عاماً فقط كانت لدى لندن مواعيد أخرى، وتعقد الأمل على علاقات حميمية مع طهران حتى ولو ظلت تكتشف أنها لم تجني منها إلا الجفاء والكراهية. العلاقات الأخوية التي تقيمها لندن مع منظمات إرهابية أخرى من صنع يديها ومن صنع تاريخها في المنطقة علمتها ربما التواطؤ وغض النظر عن الأخوة، وعلمتها التعامل مع الإرهاب كسلعة مفيدة إلى أن يأتي الضرر. في أبريل لعام 2016 اعتقلت السلطات الإيرانية المواطنة البريطانية نازنين زاجري وحكمت عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس، وظل زوجها ريتشارد راتكليف يحتج أمام الخارجية البريطانية ويضرب عن الطعام ويتظاهر أمام السفارة الإيرانية عاماً بعد عام، لكن لا حياة لمن تنادي. طهران لم تطلق سراح زاجري إلا في مارس الماضي، أي بعد انقضاء مدة سجنها بأكثر من عام إضافي، وإلا بعد أن حصلت على أكثر من 500 مليون دولار من أموالها المحتجزة كفدية. كل ذلك لم يقطع الود والأمل حتى عادت طهران لتعتقل 7 مواطنين بريطانيين جدد، وحتى تكشف لأجهزة المخابرات أن الحرس الثوري خطط لتنفيذ 11 تهديداً أمنياً في بريطانيا. المسألة هي أن المواعيد الوردية لم تأتي، وهي أن الأمل انقطع، وهي أن طهران ظلت تكسب من أوهام لندن بلا مقابل. المغازلات البريطانية اتضح أنها مغازلات مع الحائط، وأنها أضاعت الكثير من الوقت فلم تلحق على مواطنيها كما لم تلحق بالولايات المتحدة. الآن تقول لندن إنها ستكف عن ضرب المواعيد المزيفة مع نفسها، الآن سوف تصحو من إغفاءة الحلم الوردي، وإنها سوف تبدأ إقامة علاقة صداقة مع الحقيقة وتعترف بالواقع، ولكن مع إيران فقط وليس مع باقي منظمات الإرهاب التي صنعتها ورعتها ودفعت لها واحتضنتها. في المحصلة لا يخفى على أحد واقع إيران وواقع سياساتها بحرسها الثوري معروف للجميع، ولكن على ما يبدو لندن هي التي خدعت نفسها طوال هذه المدة، ليس لأنها لا تعرف الحقيقة، ولكن لأنها تفضل عليها الضليل المواعيد المؤجلة. وهنا تحديداً تأتي التساؤلات، هل ستعلن بريطانيا عن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية فعلاً أم أن الأمر مجرد مناورة دعائية؟ والتصنيف كمنظمة إرهابية ماذا يعني على أرض الواقع؟ وما هي آثاره على المباحثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي؟